يلا هي بينا. عزبة أبو خطوة تبع مجلس محلي سامهو، محافظة البحيرة، مركز سامهو محافظة البحيرة. تمام. واحنا نشدنا وحاولنا ورحنا وجينا 50 مرة واشتكينا بالطريق ده، وجينا بالطريقة الودية، قال لك احنا مش هنيجي رسمي، احنا مش هنيجي ودي، عايزين تشتكونا اشتكونا وطلعونا رسمي. فاحنا مش عارف نعمل ايه بقى، قدمت اكتر من شكوى اكتر من شكوى قدمنا في مجلس المدينة وفي الجمعية وهنا وهنا وهنا. تاخد حتى رقم. الحفار لما بيحفر هنا الكراكة اللي فيه طحر التراب زي ما انت شايفها كده مليانة واغش وبتاع، فيها تعابين وفيها ثعالب وفيها وفيها وفيها، والزبالة زي ما انت شايفها حوالينا كده. طريق بتاكل تروح برضه مهيش، ده في ميه بتروح ليها ولا ميه بتجي منها؟ انا هيك برتع للحاجات اللي انت عارفها، الحاجات الوحشه وزباله. ده في ميه بتوصل ولا ميه بتروح؟ يعني انتوا بتطالبوا دلوقتي بتبطين الناشط، الترعة؟ الناشط بتطالب، احنا بنطالب المسؤولين يجي الترعه يبص لو على الترعة دي ويشوفوها، ده ري بتروي كام فدان تحت، اللي بتروي كام فدان بالنسبة للترعة ديت بنسدد خالص، وبالنسبة للطريق التاكل ما عادش فيه طريق ولا عاد فيه أي حاجة هنا. انا بلاش اي مسؤول في ايده القرار او في ايده اي حاجه يعملها لنا هنا، احنا مش طالبين حاجه من حد، احنا مش بنتسول من حد. انا عايزين حق الترعه دي فين وحق الطريق ده فين، عايزينه بس. انا مش عايزين حد يتبرع لنا لا بارض ولا بحاجه من عنده، انا عايزين حق الطريق الموجود هنا وحق الترعه دي فين. هذا اللي احنا طالبينه، احنا مش طالبين حاجه جنبها، احنا عايزين الحاجه الموجوده اللي احنا طلعنا واتولدنا طلعنا لقيناها هي كده. محدش هيقول لحد يدينا من عندك من ارضك ولا من غيره، احنا عايزين حق الطريق ده وحق الترعه دي فين. وبقالهم كام سنه واكلين الطريق والتراب؟ اكتر من 20 25 سنه و25 سنه واحنا بنلاحق ولا حد رد علينا ولا حد. من هنا امام الترعه باين من هنا على الماسوره اللي محطوطه اللي جايه من السنهوريه من فوق هنا، وهنا ال خلي بالك برضو عم الجدر هنا كابس من هنا لا شوية. هنا يشال عادي مفيش مشكله. مش هدول سهلين، قال لك احنا هنشيلوهم يعني الحد الجبلي ده، قال لك احنا هنشيل لو اللي طلع حاجه عندنا هنشيلوها حد الجبلي. بص البلاد اهي، المكان فين ابو البلاد فين؟ البلاد اهي. ده طلع على حسين عمرو طوال، وهذا الطريق اللي بتفرع منه نازل على ايه؟ على ابو خطوه من هنا. تسمعوا يعني ده هو الطريق اللي الطريق بتاعها ترعة ده اللي 12 متر ده اللي 12 متر النهارده بالترعة، ترعة بالسكة ترعة السيرات. ده لا نتكلم هنا الخريطة ديت هي بقى لها كام سنة كده؟ زمان يا عم. عايز تاريخ ال يعني هي بصور البتاع النمرة ده اللي فوق ده الخريطة الرئيسية للأسف. ايه ايه هاتها كلها.